عمرك سمعت عن التلاعب بالمباريات؟ ده عادي، لكن سمعت عن مدرب بياخد فلوس عشان منتخب بلده يخسر؟ ده اللي مش عادي لمدرب زيمبابوي في كأس أمم إفريقيا الجاية في الكاميرون، نورمان مابيزا. اسم عادي بالنسبة لك، لكن بالنسبة لزيمبابوي هو المدرب التاريخي. لا، مش تاريخي عشان توج بلقب، هو تاريخي لأنه يقود المنتخب للولاية الخامسة وكلهم بشكل مؤقت. مابيزا كان لاعب هو الأبرز في جيله، احترف في جالاتاسراي ولعب دوري أبطال أوروبا، وبعد اعتزاله بدأ التدريب مباشرة. في 2007 تولى مسؤولية فريق في زيمبابوي، وبعدها بأشهر جه كمدرب مؤقت لمنتخب بلاده. تجربة كانت الأولى، وما كانش مابيزا يعرف إنها مش هتكون الأخيرة. وبعد 3 سنين بلا تدريب رجع مابيزا لتدريب زيمبابوي في سنة 2010، وبعدها تجربة تالتة في 2011، لكن دي جابت معاها أخبار سيئة. في فبراير 2012 أصدر الاتحاد الزيمبابوي لكرة القدم قرار بإيقاف مابيزا ومساعده و58 لاعب بتهمة التلاعب بالمباريات والحصول على مبالغ مالية لخسارة المنتخب في كأس شرق ووسط إفريقيا في نسخة 2009. كمان كان في تهمة بشأن الرهان على مباريات المنتخب في إحدى الدورات الودية اللي خاضها في آسيا. والتقرير قال إن المدرب ما خدش فلوس بنفسه، لكنه سمح للعيبة ياخدوا فلوس. تقرر إيقاف مابيزا للستة أشهر وحرمانه من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم. أنكر مابيزا الاتهام وبدأ الصراع، ولجأ المدرب للمحاكم لإثبات براءته، وبالفعل حصل عليها. وبعد رفع الإيقاف من عليه ب5 سنين، وبالتحديد في 2017 تولى زيمبابوي للمرة الرابعة في مسيرته، وآخر مرة كانت في شهر سبتمبر اللي فات. تولى مابيزا مسؤولية زيمبابوي للمرة الخامسة وبشكل مؤقت، ولكن وللمرة الأولى هيخوض كأس أمم إفريقيا مع بلاده في مشاركتها الخامسة. مابيزا يطمح في تحقيق الإنجاز التاريخي بالتأهل من دور المجموعات للمرة الأولى لبلاده. منتخب زيمبابوي وقع في المجموعة الثانية مع السنغال وغينيا وملاوي، فهل يقدر مابيزا على قيادة زيمبابوي في التأهل؟ ولا المشاركة الخامسة هتكون زي الأربعة اللي فاتوا وكلهم مصيرهم توديع البطولة من دور المجموعات؟